هي الدول الست الكبرى وإيران اليوم في فيينا لاستئناف المفاوضات حول برنامج طهران النووي، هذا وقد هدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمغادرة طاولة المفاوضات حال عدم التوصل لاتفاق. وفي المقابل أقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوجود خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه. جولة الحسم تلك التي تنطلق من فيينا اليوم، حيث مفاوضات الدول الست الكبرى وإيران حول ملفها النووي 48 ساعة أخيرة تتبقى أمام المتفاوضين هنا في قصر كوبورغ لإنهاء واحد من أعقد ملفات العلاقات الدولية منذ أكثر من عقد من الزمان. كان يفترض أن تنتهي المفاوضات حول ملف إيران النووي في 30 من يونيو الماضي، لكن تم التوافق على تمديد التفاوض بضعة أيام على أمل حصد اتفاق، وإلا عادت الأزمة لمربعها الأول. طرف المباحثات الرئيسيان الولايات المتحدة وإيران اتسمت تصريحاتهما بالتحفظ وعدم الإفراط في التفاؤل. فقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه ما زالت هناك بعض الخلافات لكننا نعمل ونحاول بكل جد. أما نظيره الأمريكي جون كيري فقال إن المفاوضات لم تحل بعد النقاط الصعبة، وإن أشار إلى تقدم شهدته الأيام الأخيرة قد يمهد لتوصل الاتفاق النهائي. لا يزال أمامنا عمل كثير وشاق علينا القيام به، كلنا نتطلع أن يكون هذا الجهد الأخير من أجل تحقيق اتفاق. أعتقد أن الجميع يريد أن يرى اتفاقا، لكن لا يزال هناك قضايا معقدة جدا علينا أن نعالجها. أما عن موقف بقية أعضاء طاولة المفاوضات فقد ألقوا بالكرة في الملعب الإيراني، فقال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إن الوقت حان لكي نرى ما إذا كانت إيران ستقبل بتقديم تعهدات واضحة بشأن المسائل التي لم يتم توضيحها أم لا، فيما أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن الدول الست الكبرى وإيران قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. يوجد إرادة سياسية من جميع الأطراف، وقد كلفنا فريق التفاوض بمواصلة الجهود ومحاولة إغلاق القضايا العالقة كافة في نص الاتفاق السياسي. النقاط المتبقية هي أساسا حول كيفية ترجمة نص التفاهم السياسي الذي توصلنا إليه. هناك الكثير من العمل الفني تم إنجازه بالفعل، ويمكن أن يتم ذلك مرة أخرى في الساعات والأيام المقبلة. لدينا ظروف لإتمام اتفاق جيد مع إيران، والتأجيل ليس خيارا. وبدءا من اليوم يبدأ وزراء خارجية الدول الكبرى الست وإيران مباحثات مكثفة في محاولة لإعلان اتفاق ينهي أزمة مستمرة منذ نحو 12 عاما يتم بموجبها رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني، مقابل ضمان عدم حيازة إيران سلاحا نوويا وأن يكون برنامجها النووي مدنيا محضا، وإلا فالبديل لن يكون مطمئنا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الآن السفير محمود فرج سفير مصر السابق في إيران. سعد سفير، ما هو أفق نجاح هذه المفاوضات وهي قديمة جديدة إنجاز لنا التعبير، وما زالت الولايات المتحدة تلوح من ناحية بأنها ستغادر طاولة المفاوضات إذا لم يتم التوصل لحل، وجون كيري يقول أيضا أن الموضوع التفاوضي مفتوح على كل الاحتمالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه المفاوضات استغرقت أكثر من 12 عام ولم تتوقف الاتصالات ما بين أمريكا وإيران سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر حول هذا الموضوع. الاتفاق حول المسألة النووية اتفاق هام جدا جدا بالنسبة للغرب وبالنسبة لإيران. يعني إيران هو ده يعني يعني ال الوسيلة الوحيدة في هذه الظروف لمواجهة الأزمات الداخلية الاقتصادية بالذات، وأعتقد هم في حاجة ماسة والغرب وأمريكا في حاجة ماسة إلى هذا الاتفاق بحثا عن دور لإيران واستثمارات وما إلى ذلك. وهم يعني إيران حصلت من الذهب الخاص بها في جنوب أفريقيا إلى حوالي 11,000 كيلو، ودي كانت شركة الشاه عاملها مع جنوب أفريقيا زمان، ودي حاجة من تصفيات هذه الشركة اللي هي البحث أو الاستثمار في الدخل. إيران لن تفرط في فرصة عقد الاتفاق في هذه الظروف،
وكذلك الأمريكان. وأعتقد أن ده الهيصة اللي حصلت دي، وفرنسا دخلت وكسبت على الجانب بعض الحاجات، وبتلعب دلوقتي على أنها تكسب اقتصاديا وسلاح وما إلى ذلك، كله بيحاول يعني يصل إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من فوائد من جراء هذا الاتفاق. في نقطتين مهمين اللي هم بيعوقوا هذا الاتفاق، اللي هو عملية الإنهاء المتزامن للعقوبات، وده أعتقد إيران مش موافقة عليه، هي عايزة العقوبات تنهى مباشرة، لأن في إجراءات بعد كده قانونية ودولية هتحتاج العقوبات دي إلى أنهم يشيلوها. في أعتقد مش هيبقى في تمديد، ممكن يتم تمديد لمدة أسبوع أو أكثر، لأن السبع وزراء خارجية اللي هم مشاركين في هذه المأدبة أعتقد أنهم لن يعودوا خاويين الانفصال، وأعتقد الأمور في طريقها إلى إنهاء هذا الاتفاق بأي شكل، مع بعض التنازلات من الجانبين. ودي طريقة إيران، إنها في اللحظة الأخيرة بتوافق على الاتفاقات، وده حسب تجربتي أنا وأنا بتفاوض معهم. أعتذر لضيق الوقت سعادة السفير، وأشكرك شكرا جزيلا السفير محمود فرج سفير مصر السابق في إيران. قصفت طائرات التحالف العربي المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح وعددا من منازل قادة الحوثيين، كما قتل 15 مسلحا وأصيب 21 آخرون من الحوثيين وقوات صالح في اشتباكات مع المقاومة الشعبية شمال مدينة الضالع جنوب البلاد.